A plus 0.2 micro coulomb charge is in an electric field. يعني عندنا خطوط electric field. وفي عندنا شحنة 0.2 micro coulomb. بيقول what happens if that charge is replaced by plus 0.4 micro coulomb charge. يعني الشحنة هتتضاعف، هل يا ترى عندنا potential و potential energy هيتغيروا ولا مش هيتغيروا؟ يقول the electric potential doubles but electric potential energy stays the same. بيسألني على قيمهم، هل بقى ده هيتغير؟ الاتنين هيتغيروا؟ مش حد هيتغير. احنا عندنا ال electric potential، لو عندنا مسافة دي اي v بتساوي ال e في ال d، قيمة ال e ثابتة، والفرق بين المسافة بين اي نقطتين، بين هنا وهنا، بين هنا وهنا، هتبقى ثابتة، وبالتالي ال v ما بتأثرش بتغير الشحنة، بيتأثر بال e وبالمسافة، وبالتالي ال potential ما يتغيرش، لكن ال u بتساوي ال q في ال v. ال V ثابت لكن ال Q ضاعف، وبالتالي ده يتضاعف، يبقى ده سيم، المسافة سيم، يضل ال V سيم ما تغيرش، لكن ده سيم وده دبلز. إذن دبلز. هنشوف اختيارات ايه. electrical potential اللي هو ال V doubles، لا الكلام ده مش مظبوط. electrical potential stays the same، صح. electrical potential energy doubles، الكلام ده مظبوط. both electrical potential and electrical potential energy doubles، لا both stay the same، الكلام ده مش مظبوط. ال V stay the same لان لا ال E ولا D تغيروا، لكن ال potential energy يتغير بتغير الشحنة. Two identical positive charges are placed near each other at the point halfway between the two charges. يعني عندنا هنا positive Q مثلا و positive Q، بيسألني على المسافة دي، electric field و potential. طبعا لي لو مثلا دي كيو 1 ودي كيو 2 الاثنين متساويين، هيبقى هنا اي 2 وهنا اي 1. طبعا اي 1 يساوي اي 2، يبقى الاي نت يساوي 0. طيب في 1 هيساوي في 2 هيساوي كي في كيو على المسافه اللي بينهم. اذا الفي از بوزيتيف ويتجمع. بيسألني على الاتنين دول، بيقول الالكتريك فيلد الزيرو، الكلام ده مظبوط. از نوت زيرو، لا غلط، الحته دي غلط. از نوت زيرو برضو غلط. بوتنشال انرجي از بوزيتيف، صح. زيرو لا موجود، بوتنشال انرجي بيتجمع. نان اوف ذيس ستيتمنت از ترو، لا عندنا حاجه صح. هاو ماتش ورك does the electric field do in moving a proton from a point at a potential 1 to 5 volt to point -45 volt? Express your answer both in joules and electron volts. هو اللي هيبذل الشغل هو الالكتريك فيلد. معنى كده ان الدلتا work بتساوي ال Q من ال VA النقطة الأولى للنقطة الثانية. لو external يبقى VB ناقص VA يساوي، طبعا ده شحنته E الكترون، هو عايز بروتون، ما ننساش ان نحط بلس E، يعني بلس 1.6 في 10 سالب 19، 125 سالب 45 يساوي 170 اي، يعني 170 ضرب 1.6
عشرة سالب 19 يعني 2.7. 2 × 10 سالب 17 جول ويساوي 170 إلكترون فولت. طبعا دي كانت القيمة، لما نعبر عنها بالجول أهي بوزيتيف، لما نعبر عنها بالإلكترون فولت أهي. طبعا لو كان إلكترون كنا حطينا هنا ماينس وماينس. Four identical point charges are arranged at the corners of a square. يعني عندنا أربع شحنات موجبة Q كلهم نفس القيمة ونفس الساين. The electric field and potential at the center of the square يعني عند تقاطعهم عند النقطة دي. الالكتريك فيلد خارج من الكيو اي اي كلهم نفس الشيء، وبالتالي ده يكنسل ده وده يكنسل ده، فالاي نت بزيرو. لكن الفي عبارة عن 4 كي كيو على الار، ولتكن دي الار. فبيقول لي هل الاي بصفر؟ اه صح، ده صح وده صح. طبعا ده غلط، ده غلط. بيقول لي هل الفي بصفر؟ لا ده غلط، الفي ما يساويش صفر، ده صح. هل الاي يساوي في؟ لا، واحد بصفر واحد ليه قيمة، وبالتالي الكلام ده مش مظبوط. What potential difference is needed to stop an electron that has an initial velocity v ومدهاني السرعة 6 × 10^5 متر بير سكند؟ بيقول لي potential difference وبيقول لي kinetic energy، مفيش أي work خارجي، وبالتالي التغير في طاقة الحركة هيروح طاقة وضع. يبقى احنا عندنا الدلتا اي بتساوي صفر، او الدلتا وورك بيساوي صفر، وبالتالي اقدر اقول الكايناتيك انرجي تغير فيها زائد الدلتا يو بيساوي صفر. امتى اطبق الكلام ده؟ لما ما يكونش عندي حاجة خارجية جت، فلو ده زاد ده يقل، ولو ده قل ده يزيد. طيب هنا نص ام في سكوير، وهو مديني الفي، وانا عارف الماس بتاعه الالكترون موجوده في الكفر بيج في الامتحان. الدلتا عباره عن الاي في الكيو، اسف، الفي في الكيو، نخلي دي كيو في في، يساوي صفر. طيب لو احنا عارفين ان الماس بتاع الالكترون 9.1 × 10^31، ان شاء الله ما غيرهوش، والفي قال لي 6 × 10^5 تربيع، والشحنة 1.6 × 10^19، هيبقى اللي مطلوب البوتنشال ديفرنس. تعالوا نجيبه، بس هنا نحط سالب عشان ما ننساش. فده هيروح من هناك سالب، يبقى موجب على سالب. نحسب نص في 9.1 × 10^31 ضرب 6 × 5 تربيع، بعدين كل ده تقسيم، ماينس 1.6 × 19. طلعت الفي، اذا الفي البوتنشال ديفرنس ماينس 1.02 فولت. Which of the following statements is valid? If the potential at a particular point is zero, the field at that point must be zero. مثلا عندنا شحنة موجبة وشحنة سالبة، وبالتالي النقطة اللي في النص دي اللي على بعد مسافات متساوية من كل شحنة هيكون عندها في بصفر. هنا الفي تساوي صفر، ليه؟ لأن هو الفي بتساوي ايه؟ بتساوي كي في كيو على ار. هنا كي في كيو على ار، وهنا كي في ماينس كيو على ار، وبالتالي هنا الفي تساوي صفر. لكن الاي هتبقى كده
وهنا الاي هتبقى كده هيتجمعوا، وبالتالي الاي هيبقى بالعكس ليه قيمة مضاعفة. الكلام ده خلاص. if the field at a particular point is zero، العكس بقى، the potential at that point must be zero. تعال نجرب برضو ان ال E يساوي صفر. هنا ال E واحد كده واحد كده، فال E يساوي صفر، لكن ال V ليه قيمة، بالعكس هنا يصير دبل لو في النص، موجب زائد موجب او كان سالب زائد سالب. فبيقول لي لو الفيلد بصفر البوتنشال بصفر، الكلام ده مش صح. if the field throughout a particular region is constant، ده ال E، the potential throughout the region must be zero. احنا عندنا ال V بتساوي ال E في ال D، فلو ده كونست مفيش مشكلة، ده يتبدل يتغير، يتغير بتغير ال D حسب ال D، يتغير حسب ال D، وبالتالي كان ده برضو مش مظبوط. فاضل إجابة واحدة نتأكد إن هي صحيحة. if the potential throughout a particular region is constant، ال V constant. طيب ودي بيتغير، يبقى لازم الاي تساوي صفر. ده فيلد ثرو اوت ذات ريجن ماست بي زيرو، صح الكلام ده صح. ليه؟ طالما ده بيقول البوتنشال انرجي كونستانت، ده كونست، واحنا عندنا الدي بيتغير، يتغير، طالما ده بيتغير لازم يتضرب في حاجة يساوي صفر، يبقى لازم ده يساوي صفر ولازم ده يساوي صفر، فالإجابة دي صحيحة. How much kinetic energy will an electron gain، مرة in joule ومرة in electron volt، if it accelerates through a potential difference of 18500 volt. يبقى احنا عايزين نحسب الكيناتيك انرجي اللي هياخدها الالكترون لو فقد قدها بوتنشال انرجي. طبعا الكيناتيك انرجي قد البوتنشال انرجي اليو نفس اللي هيكسبه، نفس اللي هيفقده، بيساوي ايه بقى؟ يساوي الكيو في الفي. بالنسبة للجولز لازم نقول شحنة الإلكترون 1.6 10 سالب 19، الفولت معروف 18500، كده هيطلع رقم بالجولز ضرب 18500، فيطلع الجواب 2.96 10 سالب 15، ده جول، او يساوي ده اسيبه ايه زي ما هو، اقول كده 18500 اي برضو جول، او نقول الكترون فولت اي في نفس الشيء، يبقى اما ده بالجول او بالالكترون فولت اللي هو بيساوي الجول. if it takes an amount of work w to move plus q point charges from infinitely to a distance d apart for each other، عندنا شحنتين واحده q واختها كانوا بعيد وقربناهم لمسافة دي، فيا ترى الورك اللي هو W بيساوي ايه؟ بيساوي K في Q Q، يعني Q تربيع على ال D اللي بينهم. بيسألني بقى، بيقول then how much work should it take to move 3 plus Q point charges from infinitely to a distance D، يعني بدل ما يبقوا كده شحنتين بقوا ثلاثة، طبعا كلهم دي بين ده وده وبين ده وبين ده وبين ده وبين ده، يبقى هنا بلس كيو بلس كيو
بلس كيو، ساعتها ال W هيساوي ايه؟ 3 كي كيو تربيع على ال D اللي بينهم، وبالتالي 3 W W داش مثلا. ليه؟ لأن كيو في كيو كيو في كيو وكيو في كيو، فعندنا اختيار بي هو اللي صحيح. How strong is the electric field between two parallel plates 6.8 millimeter apart if the potential difference between them is مديني الفولت 220. هو بيسألني على الالكتريك فيلد اللي هو، خلينا نقول نكتب كده ال V بتساوي ال E في ال D. احنا عايزين ده، فطبعا كنت ممكن اقول E بتساوي V على D، ممكن نسيبها كده ونعوض على طول، نقول ال E مجهول وال D 0.0068 لان ملي متر قسمت على 1000، وال V قال لي 220 فولت. هقسم فطلع ان الفولت ديفرنس بيساوي 3.2353 فولت، او ممكن تهذبها شوية تبقى 32.4 كيلو فولت، يبقى ده الفولت ديفرنس بين التو بليتس. ابروتون بلس اي يعني and electron اللي هو minus E are in a constant electric field created by oppositely charged plates. عندنا بليت اهو وبليت اهو، واحد positive Q والتاني minus Q، وبتاخد electric field طالعة من ال positive plate رايحة لل negative plate. عندنا بروتون والكترون مالهم بقى؟ you release the proton from near the positive plate هنا كده، طبعا هيحصل تنافر فهيمشي، واكيد الالكترون near the negative هنا كده فاكيد برضو هيحصل تنافر فهيمشي كده. هنا الاف بتساوي، هو الاف بتساوي بتساوي الاي في الكيو، الاتنين طبعا متساويين بس الاتجاهات مختلفة. will which feels the larger electric force؟ لا الفورس متساوي لان الاف بتساوي الاي في الكيو، الاي ثابته في كل المنطقه بين البوزيتيف والنيجاتيف بليتس، وشحنه الالكترون البروتون نفس الشيء، كل واحده فيهم 1.6 × 10^-19، فالبروتون ولا الالكترون هيشعر باي قيمه مختلفه عن الثانيه في الفورس. neither there is no force، لا طبعا كده مش مظبوط، في فورس. the magnitude of the force is the same for both، صح. and in the same direction، لا دي غلط، اكيد اللي جايه صح، بيقول same force opposite directions، صح زي ما احنا شايفين opposite direction same f، ولكن واحده يمين واحده يسار في opposite directions. An electric field of 525 volt per meter is desired between two parallel plates 11 millimeter apart. يبقى عندنا المسافة وعندنا الـ E. Really how large a voltage should be applied؟ احنا الفولت قلنا بيساوي الـ electric field مضروبا في المسافة اللي بين الـ two plates. طيب لو كان الـ electric field 525 فولت بير متر او نيوتن بير كولوم نفس الوحده، والمسافه 11 مليمتر، لو ضربت في بعض يبقى 525 في 0.011، طلع ان الفولت المطلوب علشان نولد 525 فولت بير متر 5
بوينت 77 5.78 فولت. Electric field between two parallel plates connected to a 45 volt battery is 1900 volt per meter. How far apart are the plates؟ يعني طالب الديستانس. احنا عندنا القانون بيقول ان ال V اللي هو ال potential difference بتساوي ال electric field في المسافة. فإذا البتري ب 45 فولت وإذا الـ E 1900 نيوتن على الكولوم أو فولت على المتر، يطلع الـ D 45 تقسيم 1900 إذا الـ D طبعا يطلع بالمتر أضربه في 1000 23.6 يعني حوالي يلا 23.7 مليمتر. Which of the following do not affect capacitance؟ مديني شوية حاجات. أول نكتب السي بتساوي إبسلون نوت في A على الدي، وهنا بيبقى فيه كي اللي هو نوع المادة. طبعا ده بيمثل الوسط، ده نوع المادة العازلة اللي موجودة بين التو بليتس. فلو كان فاكيوم هواء او هواء يعني هيبقى هنا كي بواحد، لكن لو اي مادة عازلة اخرى هتبقى الكي اكبر من الواحد، الكي اكبر من او يساوي واحد. فبيقول لي هل الاريا، لو بيقول لي do not affect يبقى الكلام ده مش مظبوط لان الاريا بتأثر. separation distance لا، الماتيريال طبعا between the plates لا بيأثر. التشارج مش داخل في الموضوع، الانرجي مش داخلة في الموضوع، وبالتالي دي اند اي لان الاتنين دول ما بيأثروش على الكاباستنس. A battery establishes a voltage on a parallel plate capacitor after the battery is disconnected, the distance between the plates is doubled without loss of charge. يعني كان عندنا مسافة، هتبقى مسافة أكبر شوية بالضعف، هنا دي صارت 2D. إيه اللي هيتغير؟ بيقول لي without loss that charge، يعني هنا في كيو يضل هنا كيو. طبعا الكاباستنس هيتغير لان الكاباستنس بتساوي ال A في الابسلون نوت على ال D، لما ده يزيد ده يبقى النص. طيب وعندنا ال Q بتساوي ال C في ال V، ده قل يبقى ده يزيد، يبقى ده زاد ده يقل، قل يزيد. هو بيسألني عن ال C وال V، بيقول لي ده كاباستنس طبعا هتقل decreases أو decreases، الباقي كله طبعا غلط. الفولت هيزيد and the voltage between the plates increases، يبقى ده الصح وهنا بيقل، لأن زي ما احنا شايفين العلاقة بين ال C وال V، قل ده يزيد زاد ده يقل. What potential difference is needed to give a helium nucleus Q equals 2E يعني 2 في شحنة الإلكترون 85 كيلو إلكترون فولت of kinetic energy؟ احنا عارفين ان طاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، فالدلتا K او نقول الدلتا U زائد الدلتا K بتساوي صفر، تغير مجموع التغير يساوي صفر. طيب نقدر نعوض عن دي بكيو في في، كيو ضرب في هيساوي ماينس القيمة اللي هنا اللي هي دلتا كي. طيب هنا قيمة معروفة بخمسة وتمانين كيلو كي في الإلكترون فولت، يعني اي اللي هي 1.6
10 سالب 19 في 1 اللي هو الفولت، يبقى ده الإلكترون فولت. هنا 2 في شحنة الإلكترون، عشان نميز ده عندنا نضرب هنا في 1، الواحد ده عبارة عن ايه؟ ده الفولت، يبقى ده إلكترون فولت، أما ده إلكترون بس، ده مجهول. إذن البوتنشال ديفرنس بيساوي، أقدر أشطب ده مع ده، يبقى أقسم ده على ده، هيبقى 4 2 و500 بس في إشارة سالب فولت. يبقى البوتنشال ديفرنس بيساوي كده، أو ممكن أقول بيساوي ماينس 42.5 كيلو فولت أشيك، طالما الرقم أكبر من 1000 عوض عنه بالكيلو.